نفسي الف المغرب كلها، جميله جدا وشعبها شعب مضياف وذوق وديسنت في التعامل، وبحب المصريين زي المصريين بيحبوه. بحس ان انا في وسط عيلتي في وسط اهلي، مش بحس بغربه. حفظت كام حاجه ببقى عايزه اروحها تاني. رحت الجامع طبعا الكبير، جامع اسمه حسن الثاني، جامد جامد يعني. المره فاتت رحته ولسه بقول لداليا مصطفى انا هاخدك لازم تروحي تتفرجي عليه، تاخدي صور على البحر وجميل، جامع تحفه. لا هنا بصي انا بحس ان انا في مصر، مش حاسه ان انا بره. لا مع شعب جميل واستقباله احلى. حلو القفطان المغربي عندكم، اشكال وتشكيلات جميله صراحه وذوقه حلو. المره اللي فاتت انا كنت في مهرجان القفطان المغربي، شفت موديلات تحفه بصراحه، حاجات جميله جدا. وحلو الاحتفاظ بالتراث يعني، صفاء النفس يحل البني ادم ده. لو انا محلوه يعني ما اعرفش، بس قصدي اما تنامي مرتاحه، مش مزعله حد، مش مضايقه حد، قلبك حلو للناس كلها، عندك عطاء للناس كلها وحب للناس، عمرك ما يبان على وشك اي حاجه. لكن لو كبرت في السن واحتجت حاجات بسيطه ممكن تصليح يعني، تصليحات. انا بصي احب دايما لو هعمل تاتش مش حاجات عمايل يعني.